ما زال على حاله منذ سنة تقريبا بأن الحكومة تعدات حاول باش تعطل مصير القضية، مصير البحر، وطبعا كثير من الحقائق والوثائق الموجودة حاليا في وزارة الداخلية، واللي الأمنيين المولين لحركة النهضة استعانوا في كل الوسائل لإخفائها على المواطنين، وأهمها وأشهرها قضية التحرير البلسطيني اللي إلى يومنا هذا السيد حاكم التحقيق لم يتحصل عليه بعد. يعني ثم جديد لكن مش في البحث بل في كيفية إخفاء الحقيقة في الناس المتورطين في إخفاء الحقيقة التوانسة، هو ناس متواجدين في وزارة الداخلية ويتبعون بأمر حركة النهضة. هل تتوقع أنه يتم الحسم في الملف؟ في الحكومة الجديدة بدأت أشك بذلك، خاصة عندما أصروا الإبقاء على لطفي بن جدو اللي الطرف الوحيد المصر على ذلك هو حركة النهضة، هذا يخلينا بالكثير من الشكوك. سيادة بن جدو المعين الأول بتاعه المدير العام للأمن الوطني اللي كيخدم مع اسمه رئيس الحكومة السابق توحيد التجاني ما زال في مكان، وهذا يحاول كثير مشروع، وبالتالي إذا أمرنا لنا بأنهم يحركوا من في مكان. حسب رأيك شكون اليوم الأطراف اللي وراء الاغتيال؟ احنا كنا واضحين كما كان الشهيد واضحا، لأن اختلطت الأوراق. والله اختلطت الأوراق على اللي ما يحبش يقرأ ويركز في قراءته. احنا من أول يوم اغتيال وجهنا أصبع اغتيال إلى حركة النهضة أساسا رأسا. اليوم بعد عام ما زلنا نفس الشرط نفس المجموعة نوجهوها الاتهام، وهذا مش مفارق. أولا لعلمنا ولعلمنا مرات الشهيد هو نفسه كان على علم أنه مستهدف، كان يعرف أنه النهضة هي مستهدفاته، وبعد الاغتيال الكثير من الأحداث اللي صارت أكدت لنا شكوكنا، ونعرف اللي وراء اغتيال الشهيد حركة النهضة بأمر من قوى قد تكون خارج، حيث اغتيال رمز من رموز البلاد إذا كان مش من أكبر رموز البلاد في العصر الحالي أكيد باش يكون تأثير على البلاد على كل المستويات. إيش قعدت في بالكم من شكري بلاي؟ إيش قعدت؟ ونقول شنو مشي مش حتى هما راهو بالاغتيال هما قتلوا جسد. قلت مش قلت جسد هذاك هو من الغباء نتاعو. لأن شكري راه مش إنسان، مش عارف شكري راه مشروع، شكري فكر، شكري حلم أجيال، شكري فن، شكري طاقة، شكري إبداع. ما نجموش نديرو هاي كلهم. هما لأنهم ما يعرفوش الأشياء هذي الكل قتلوا جسد لأنهم يعرفوا الموت. الأشياء اللي سمعتها الكل ما يعرفوهاش، وبالتالي الجسد بطبيعته قايل إلى الموت والإنذار. فهم قلت لك جسد هذاك، لكن كل وهو هذاك احدى مكونات شكري بلايت. فهم قلت لك مفهوم واحد دفن مكونات، وبقيت المكونات غير قضيه بدليل ان شكري مازال موجود، وشكري في كل دار، شكري في كل دار، في كل قلب، في كل لابرتو عند الناس الكل. يبدو اللي مات بالحق من وراء الاغتيال الظلميين واساسا حركه النهضه حلم تجميع التوانسة، وبالتالي كل من يرفض أن التوانسة يتوحدوا هم كانوا هم قتلوا كلمة الوحدة، كانوا يتصوروا يقتلوا كلمة الوحدة، الوحدة بتونس بالعكس بالاغتيال لازم نوحد التوانسة أكثر. هو مازال في نادنا وهو المساج بتاعه اللي بداه احنا موظفين باش نوصلوا، مساج لازم نقف في تونس، هو قلت مازال حي، وعلى ذلك نحن نواصل في أداء جملته جميلة أو عبارته جميلة لازم نقف في تونس باش نقف في تونس.